أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل العبد الذي يستسعي لطلب الرزق يستسعى هل العبد الذي يستسعى لطلب الرزق لكي يعتق نفسه هل هو المكاتب الذي يعطى من الزكاة؟ لا، المكاتب الذي باع سيده عليه نفسه بمال يؤديه ثم يعتق، هذا غير المكاتب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوقت. هذا عتق بعضه ويحاول أنه يعتق بقيته، ما هو هذا المكاتب، هذا المبعض يسمى. نعم.